السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان أخوات، مرحبا بكم في هذا الفيديو. سوف أقدم لكم تطبيق رائع، تطبيق جميل، تطبيق سوف تشكرني عليه. وهذا التطبيق دوره أنه يساعدك أو يساعد عائلتك ويساعد كذلك أصدقائك من تجنب الحريق التي يقوم به أو يتسبب به بعض شواحن الهاتف التي تكون مزورة، وتقوم أنت بشحن هاتفك بشاحن مزور ويحدث لك شرارة في منزلك تؤدي إلى حريق، كما شاهدنا كما وقع لتلك الطفلة المسكينة. نسأل الله الرحمة. في هذا التطبيق دوره أنه يقدم لك عدة معلومات عن شاحن هاتفك، هل هو أصلي أم مزور، هل درجة الحرارة ارتفعت أم لا لم ترتفع، كل شيء يقدمه هذا التطبيق لشاحنك، وبالتالي تعرف أنت هل هو هذا الشاحن أصلي أم مزور، وتستبق الحدث وتقوم بتبديل هذا الشاحن دون قبل أن تقع الكارثة لو سمح الله. أولا سوف أقوم بتوصيل هذا التطبيق، كما تشاهدون هذا هو التطبيق الذي سوف نقدم شرح عنه في هذا الفيديو. أولا نقوم بتوصيل الهاتف بالتيار، أو نقوم بتوصيل الشاحن بالتيار الكهربائي، ويتم شحن الهاتف كما تشاهدون. قمت بتوصيل الهاتف، ها هي قد انبثقت إلينا أيقونة شحن الهاتف، ونقوم بشكل أوتوماتيك بالدخول إلى هذا التطبيق، وننتظر حتى يعطينا التطبيق كل المعلومات الموجودة على هذا الشاحن الهاتف وماذا درجة حرارته وكل شيء. كما تشاهدون هنا اسم الهاتف وكذلك حجم شحن البطارية ودرجة الحرارة وكذلك جميع المعلومات المتعلقة بالهاتف وبالشاحن أيضا. وكما تشاهدون هنا درجة التيار فهي مرتفعة، يعني أن هذا الشاحن يعطي ما بين 1400 و1300 ملي أمبير كسرعة تيار للهاتف، وبالتالي قد يتم شحن هاتفك بطريقة أسرع دون أن يتعرض الشاحن لدرجة الحرارة أو يقوم أو يتعرض للسخونة، لأنه إن بقى في التيار بشكل طويل جدا فيتعرض للحرارة، وبالتالي تشتعل تلك الشواحن بفعل درجة الحرارة مما يؤدي إلى حريق كما شاهدنا لتلك الطفلة. على أي هذا هو الشاحن، فهذا الشاحن أصلي كما تشاهدون، فهو يمرر تيار أكثر من 1300 أو 1400 ميلي أمبير، يعني الهاتف سوف يشحن في أقل وقت ودون أن يسخن هذا الشاحن. سوف ننتقل إلى شاحن مزور ليس أصلي، مجرد شاحن عادي. سوف نرى هذا الشاحن ونرى ماذا سوف يعطينا هذا التيار أو هذا التطبيق. نقوم بتوصيل الهاتف بهذا الشاحن، هذا الشاحن العادي كما تشاهدون هنا، ها قد تم توصيل الهاتف بهذا الشاحن العادي، ويقوم هذا التطبيق بحساب كل ما هو متعلق بهذا الشاحن. وكما تشاهدون فقط هذا الشاحن سرعة التيار فهي رديئة جدا، فقط 190، ما بين 200 و190 ميلي أمبير، وبالتالي فلن يشحن هاتفك. فإن كان على سبيل المثال في الشاحن الأول يشحن هاتفك في 40 أو 3 أو 35 دقيقة، فبهذه القوة فلا
يشحن هاتفك إلا بساعتين أو ساعتين ونصف، لأن فرق كبير ما بين 1400 و200 أو 160 ملي أمبير، فهو فرق كبير، وبالتالي فإن هذا الشاحن فهو شاحن مزور وليس شاحن أصلي. وبهذه المدة وأنت تنتظر هاتفك ليشحن سوف تنتظر ساعتين، وفي هاته الساعتين فسوف يتعرض الشاحن لسخونة التيار المار به، وبالتالي لمدة ساعتين فسوف يتم وبالتالي يتعرض الشاحن لعملية سخونة من التيار المار به بشكل مستمر لمدة ساعتين كما تشاهدون، ويتم ذوبان الأجزاء الموجودة في الهاتف عفوا في الشاحن، وعند ذوبان هذه الأجزاء تتساقط على الأتات في المنزل، وبالتالي يتم نشوب حريق. ونسأل الله السلامة، وحملوا هذا التطبيق وانظروا كيف يتم انخفاض التيار، وأرجو منكم مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم لتجنب الحرائق الموجودة في بعض المنازل بسبب شواحن الهاتف، وشكرا جزيلا.